السلام عليكم، بخير، كلشي مزيان. حتى لشهر 8 كتكون الخدمة عندكم هنا ديال هاد هو الاخوان كيف ما كتشوفوا التفاح مازال صغير. شوفوا سبحان الله كيفاش كيكون. جينا انا وايوب نعمروا الماء من البيض وفينا ديال الكره ديال الكره صافي عمار تصويت قرارا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك. يا بسر باش الكوفيد الاخراني البوغي المقاومين اللي كانوا من إيغلي كانوا كيهربوا لديك البلاصه. ايه كل ما وصل انا كان هذاك هو الملجأ ديالو هربوا تما ومن تما عاود مشاو لبادو. بادو كاين السميات ديال بادو عندنا اللي بادو شي بلاصه شي واحد الجبل شي جبل حدا أغبال مكردوس. أغبال مكردوس يا بين تنجداد وايت مرحبا. هو اخوان كي ياكل بالرايه ديالو صوره فريف.
شجر ديال القرقع هنايا موجود. الله اكبر الله اكبر. وهنايا الورد كيف ما كتشوفوا الشجر ديال الورد. فدزت من بعد شميت الريحه ديالو. هذا هو الورد اللي كيكون في قلعة مكونة. نقطفوا هذه الوردة. ها هي الإخوان، فكنهدي لكم هذه الوردة هذه جميع المتابعين، كنهدي لكم هذه الوردة الجميلة. يلا إخوان زيد زيد تشوفوا الخيرات ديال ربي تبارك الله. شوفوا هذا القرقع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحية أرض بلادي أرضك صبحت حرة. كيف ما كتشوفوا الإخوان واحد الكوخ أو منزل ديال الرحال، هذا آخر حال هذاك اللي كنا فطرنا فيه. كيجيو بجنب الطريق وكيجيو في الجبل، يا سلام. ما كتشوفوا الاخوان احنا وصلنا لتيخي بوت. هاد المنطقه هذه عندها تاريخ عريق. غنوريكم واحد الملجأ، ها هو كيف ما كتشوفوا هنايا مقاد بالحجر. هذا ملجأ ديال الثوار في ديك الوقت، يعني كان هذاك هو الملجأ ديالهم، كيتخبعوا تما باش كيتخبعوا على القرطاس والقصف وما الى ذلك. دونك هذه هي منطقه تيخي بوت ياك اخوان. الله زلقت. منزل جميل جدا، الدار هذه واعره هي. فسمحوا لي كنصور لكم بزاف بحال هاد الديور، كنصورهم حيت كيعجبوني، يعني كيعجبني المنظر ديالهم ف كنصورهم ديما. هادشي علاش بخير كلشي مزيان. الله يبارك فيك. هي 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 هي. شوفوا هذا الجبل هذا سبحان الله. واخوان طلق تيربو علاش؟ لان كيتمشى في الكودرون. دابا كون دوزتو من هذه الطريق هذه اللي فيها الواد، الطريق ديال الواد ما كانش غيتمشى بهذا الريتم هذا، حيت هما كتصعب عليهم المشيه بحال في هاد البلايص هادو، عكس البغالو والعودان كيتمشاو مزيان بحال هاد الطرقان، حيت هذيك لي بات ديال الرجلين ديالهم كبار، يعني عكس ديال الحمير شويه صغار. فالرجل ديال الحمار هنايا كتبقى تغرق، يعني دابا خوان هنايا غيتمشى الرجل ديالو غتبقى تعكل، داكشي علاش غيتعذب في المشيه وما غيتمشاش مزيان. دونك داكشي علاش كنفضل نمشي في الطريق في الكودرو، علاش؟ حيت كيتمشى مزيان وكي صافي كيلقى راحته في المشيه. كيف ما كتشوفوا دابا كيبقى يجري. زيد حنا الاخوان بدينا كندخلوا للدوار، الاسم ديالو تبريجات. يلا اخوان زيد الرا الرا. يلا زيد زيد. واو واو واو. حتى هذه قرية جميلة الصراحة، فيها منظر واعر. ما عرفش الكاميرا واش يكون كيبان المنظر على الحقيقة ديالو ولا لا،
المهم واحد المنظر رائع، جبال سما زرقاء، شجار خضريه، جبال فيهم ذوك الاعشاب، يعني واحد المنظر زويون. يا سلام اخوان، ها هو كيجري هنا. كندخلوا للدوار للاسم ديالو تبريجات، هذه هي القريه تبريجات. يلا اخوان زيد. واحد النقطه اخرى الاخوان، قريت واحد الكومونتير، واحد الاخت كتبات لي واش كيكون معك شي واحد لانك كتبقى تقول لي غنتغدى وغناكلو وغنغنغن، يعني كنهضر بالصفه ديال الجمع. هذيك غير واحد العاده فيا وصافي، قاعده فيا، انا ديما كنهضر بالصفه ديال الجمع، يعني ديما كنبقى نهضر بديك الصفه ديال الجمع، ما هو انا بوحدي ديما بوحدي، هادشي اللي كاين. وصلنا لتبريجات، ها انتم كيف ما كتشوفوا الدار تبريجات، هيا تبريجات. قرية كتبان جميلة من الدخلة ديالها، كتبان زوينة فيها ما يتشاف، يعني كتبان الديور ها هما داكشي زوين، ولكن للأسف الإخوان يعني القرية اللي دخلت ليها كنلقى فيها الريح بزاف. هادشي اللي عطى الله غير سمحوا لي بزاف، يعني لي فيديو كاملين فيهم صداع، فيهم كيديرونجيكم داك الصداع ديال الريح، ولكن غير صبروا عليا. هادشي اللي عطى الله، شوفوا هاد الدار هادي، يعني داكشي واعر، شوفوا الشراجم ديالها كيفاش دايرين، شوفوا الازقه، شوفوا الازقه ديال هاد القريه هادي واعره، شي واعر صراحة. انتوما ما عرفش المقدم، واش المقدم ديال هنا كان جا سقس عليا فوقاش غنجي ندخل لهاد القرية، ما عرفش واش ساق الخضر غيمشي شافني في الصاد الناس غيمشي ياكلها. دونك شوفوا الاخوان المناظر، انتوما كيف ما كتشوفوا شي زوين واعر، قرية جميلة الصراحة، هادي عجباتني. ملي كنت جاي قالوا لي راه كاينه واحد العين هنايا، قالوا لي كاينه واحد العين تقدر تعمر منها الماء، الماء ديالها بارد، غنمشيو نعمرو الماء من ديك العين. السلام عليكم. بخير. انا كبيره كغتعين
شكرا. دابا غندوقو هاد الما كي داير واش مزيان ولا لا. بسم الله. صافي فيه واحد المذاق في الشكل ولكن المهم بارد. انتما الاخوان مناظر رائعه في هذه القريه الجميله. هي ديال هذه القريه هذه، شوفوا هذه الدار هذه، مناظر واعرين صراحه اخوان. بدا كيمشي للفصه ديال الناس كياكلوا. الرياح كيف العاده. شوفوا الديور هنا كيفاش دايرين. الاخوان كيف ما شفتوا القريه خاويه، ما فيها حتى شي واحد. كاين هذيك المراه سولتها قلت لها شي بلاصه اللي نخيم فيها حتى الغدا، فما عرفاتش، ما عطاتني حتى شي معلومه. دونك ما بغيتش نخيم، ما بغيتش نحط لا طونط تما، ما بغيتش نحط لا طونط ويصدق شي واحد جاي ما يبغيش ولا هذا، نصدقوا في المشاكل. دابا غنبدل البلاصه، غنمشي للقريه الاخرى. انا غنمشي لقريه واحده اخرى وغنجلس فيها، نشوف على الله نلقى فيها شي بلاصه فاش نجلس. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنوا اننا نلقاو شي مكان، لان بدينا كنعياو الصراحه الاخوان. غتشوفوا الخطوره ديال هاد الطريق هذه، شوفوا الجبال، يعني هاد الجبال هادو كاملين كيبقى يطيحوا، يعني كيطيح الحجر منهم. شوفوا الاخوان كيفاش، يعني كاملين كيتفرتوا. نقدر نوريكم الخطوره ديال هاد الجبال هادو، شوفوا انتم شو يعني كاملين كيتفرتوا. دابا هاد الجبال الاخوان راه ديما كيطيحوا على الناس، يعني شحال من واحد تاذى على ما عاودوا لي. يلا هرا اخوان هرا. واحد النقطه اخرى الاخوان، قريت واحد الكومونتير، واحد الاخت كتبات لي واش كيكون معك شي واحد لانك كتبقى تقول لي غنتغدى وغناكلو وغنغنغن، يعني كنهضر بالصفه ديال الجمع. فالاخوان هذيك غير واحد العاده فيا وصافي، قاعده فيا، انا ديما كنهضر بالصفه ديال الجمع، يعني ديما كنبقى نهضر بديك الصفه ديال الجمع. ما هو انا بوحدي، ديما بوحدي، هادشي اللي كاين. الصراحه بدينا كنعياو لان الشمس حاره بزاف. كيف ما شفتوا اخوان اليوم ما كاين غير جبد، عصير وصلنا في ظرف واجي الصراحه، وصلنا في بكري ما تعطلناش بزاف، حس السي اخوان اليوم مخدم التيربو تبارك الله عليه، والله الا سي ديس فيتاس. يلا السي اخوان يلا تبارك الله عليك.
شا الاخوان نرجع صغير كنقيسو شو غير غنقيسو غيطلق التيربوها شا ها شي يا سلام الاخوان على اراضي فيهم واحد الاشكال زوينين شو هذا متلت هذا الفدان هذا متلت هنا كيف ما كنشوفوا مسجد واعر تبارك الله زوين هذا يلاه كيتبنى ها هو جمعيه النور لبناء المسجد نداء للمحسنين رقم الحساب او رقم الحساب الاخوان اللي بغى يساهم الرئيس كذا كذا المهم جمعيه النور لبناء المسجد نداء للمحسنين الله يرحم الوالدين اللي دار اللي ساهم في في في, في بناء هذا المسجد الله يجازيه بخير مسجد زوين هذه القريه الجميله هنا كاينه مدرسه عندهم هنايا كيف ما كتشوفوا وكاينين هاد الديور هاد القريه عاود جات في الواد جات بجنب الواد ها هو الواد كامله جات بجنب الواد السلام عليكم وخالتي بخير كلشي بلاباس الرا 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 الله يرحم الوالدين شكرا ولا القريه المواليه اللي هي تريبانت تريبانت من بعد تبريجات فبدينا كنقربوا ليها شوفوا الخيرات تبارك الله ديال القرقاع يعني كيف ما كتشوفوها هو هذا ما عرفش واش طايب ولا لا ما عرفش الصراحه ها هو كيف ما كتشوفوه خليهم هادو سوفونير نتفكروا بهم تقريبا اخوان هرب ما نعرف فين وصل والله الا هرب بالله اخوان رجع ديما سابقني هو رجع في الامام هذا الاخوان كيف ما كتشوفوا ملعب ملعب ديال هاد القريه الجميله هادي عاود اللي الاسم ديالها تقريبا هذا الملعب ديالها ف ملعب زوين صراحه انتما كيف ما كتشوفوا ملعب زوين جا في منظر زوين تريبانت تريبانت هي تريبانت تقريبا هاد القرى كاملين اللي تساكن السلام عليكم بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك الله يبارك فيك صراحه بك الجنه خويا الله يحفظك الله يحفظك ويهدده التعب فيذوب